بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المؤمنون، وقد أنصتنا لتلاوة الإمام مستجيبين لربنا، فعسى الله أن ينفعنا بما سمعناه من كلام ربنا، وأن يزيدنا يقينا به ونورا وهدى وثباتا واتباعا. ومن أول ما تلا الإمام، وهذا يتعلق بالقرآن ونحن في شهر القرآن، قال الله جل الله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الآيات نقف في عجالة مع ما يتيسر إن شاء الله. الفائدة الأولى، والكلام هكذا من باب المذاكرة، الفائدة الأولى: وقال الرسول. من الرسول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى يقول هذه الشكاية؟ يا ربي إن قومي، وقومه هم هؤلاء الذين كانوا يعيشون معه من أهل بلدته ممن لم يستجيبوا للقرآن، كذبوا، كفروا، جحدوا، ما اتبعوا القرآن، ما آمنوا به. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهذا من أعلى وأشد أنواع هجر القرآن، وهو الكفر به والعياذ بالله. وهناك درجات من هجر القرآن، أو نقول دركات عافانا الله وإياكم، منها فيما يتعلق بنا نحن المسلمين هجر العلم به والتزود منه، وهجر الاتباع عموما، وهجر التلاوة القراءة، وهجر الاستشفاء به، إلى غير ذلك. لكن وقال الرسول، متى يقول هذه الشكاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخذنا دلالة السياق والسباق الذي قبله فهو يوم القيامة، لأنه جاء في الآيات قبله من السياق، من قول الله جل شأنه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إلى أن قال أيضا: ويوم يعض الظالم على يديه، وقال بعدها، ثم قال بعدها: وقال الرسول. هذا يدل على أنها شكاية تكون يوم القيامة، وهذا قول ظاهر مرجح عند كثير من أهل العلم. والاحتمال الثاني أنه انتقال في الخطاب لون، وانتقال إلى خطاب، انتقال والتفات بالخطاب، التفات وقال الرسول، فيشمل أنه يكون هنا في الدنيا بدلالة ما بعده. إذا أخذنا دلالة اللحاق، ما يلحق بهذه الآية، وهي قوله جل شأنه: وكذلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، فهذا يدل على أنه أيضا يشمل حتى شكايته في الدنيا لما رأى من حال قومه، فيتأسف لذلك ويشكو إلى الله، كما شكى نوح عليه السلام، لكنه كان يدعو الله هدايتهم ولم يسأل عذابهم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الله جل شأنه في بيان الحكمة الإلهية. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني ليس لك أيها النبي وليس للنبي وحده، وإنما هي سنة ربانية دارجة تامة لكل نبي، أنه يجعل له أعداء من المجرمين. هل الله لا يحب الأنبياء؟ لا والله، ولكن هكذا اقتضت حكمة الله في هذه الدنيا أن يصطلع الحق والباطل، وعلى رأس أهل الحق الأنبياء. طيب من هم هؤلاء المجرمون؟ قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. مجرمون من شياطين الإنس والجن، كما قال الله جل شأنه في آية أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم
إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا الشياطين من الإنس وشياطين من الجن، وهل هناك علاقة بين الشياطين الإنس وشياطين الجن؟ نعم، أخبرنا الله بها، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم من شياطين الجن، يوحون إلى أوليائهم من الإنس، يوسوسون لهم يزينون لهم، وشياطين الإنس مباشرة يستجيبون ويذعنون، في حين أنهم لم يستجيبوا ولم يذعنوا لنداء الحق، لنداء الله جل شأنه، فتبينت حكمة الله. وما ربك بظلام للعبيد. طيب ماذا نستفيد من فهم هذه الحكمة الربانية وهذه السنة الربانية الدارجة التامة التي لا انفكاك عنها في هذه الحياة الدنيا؟ إذا كان أعداء للأنبياء فأتباع الأنبياء أيضا لهم أعداء كذلك. نستفيد أيها الإخوة أن نوطن أنفسنا إذا ما رأينا أعداءنا، أعداء الأنبياء، أعداء القرآن، أعداء الحق، أعداء الخير، أعداء الفضيلة، أعداء الستر والحشمة، أعداء الاستقامة، أعداء السنة، أعداء الاتباع، لا تحزن، فإن لك سلفا وهم الأنبياء، سلفك الأنبياء، ومضى بعد الأنبياء من الصديقين والشهداء والصالحين، وأنت في هذا الركب الميمون تسير، فاثبت ثبتك الله. وإذا عرفت هذه السنة عرفت، وكشف لك الأمر وفسرت لك هذه الأمور، فإن الله جل شأنه لو شاء ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. كل هذا بعلم الله وبإذن الله، لكن الإذن القدري وليس الإذن الشرعي، يعني الله لا يأمر بالكفر لكن يقدر مثل هذه الأمور يبتلي الناس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، نحمد الله أن الله قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. اكتفينا، حسبنا الله، الهادي هو الله والنصير هو الله، فاللهم اهدنا واهدي من ضل من قومنا وثبتنا على الطريق الصحيح، واكفنا شر الأشرار، وانصرنا يا نصير، انصرنا على من عادانا وبغى علينا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من جملة تشغيبهم ومجادلتهم بالباطل، ما اتبعوا، ما تمحصوا وتفحصوا وتدبروا الآيات، وإنما قالوا ليش ما نزل القرآن مرة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ليش كل شوي ينزل عليه آيات؟ هذا ليس إليكم، هذا إلى الله الحكيم. ليست القضية في أنه ينزل جملة واحدة أو ينزل مفرقا، وإنما القضية ما الذي نزل ومن أين نزل، هل تفحصتم، هل تدبرتم، ماذا كان الرد من الله جل شأنه؟ قال الله كذلك، يعني كذلك ينزل عليك القرآن مفرقا، لا ينزل عليهم وتبلغ ويبلغون جملة واحدة هذا القرآن، وإنما ينزل بحسب الوقائع والأحوال. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، لا يأتون بشبهة بجدال، ولا يأتون بمجادلة، ولا يأتون بمحاججة إلا جاءك الحق بالقرآن، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهل معنى هذا أيها الإخوة أن القرآن لم ينزل في رمضان؟ لا، هو نزل في رمضان بخبر الله جل شأنه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فنزل في رمضان وهو شهر القرآن. لكن قال ابن عباس، وهذا القول الذي عليه جماعة وهو ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وهو تفسير جيد وهو حبر الأمة، قال نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وفي كل سماء أيها الإخوة بيت، في السماء السابعة البيت المعمور، وفي السماء الدنيا بيت العزة، وهو وهذه البيوت في كل سماء تقابل وتوازي الكعبة، بيت الله في الأرض. قال نزل من اللوح المحفوظ، قال ابن عباس نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان، ثم نزل بعد ذلك، نزل به جبريل بأمر الله على النبي عليه الصلاة والسلام منجما مفرقا حسب الوقائع والأحوال. وهذا يفسر لنا هذا الأمر، نزل في 23 سنة،
حتى يكون فيه الرد على أسئلتهم، وفيه الجدال، وفيه البيان، وفيه دحض الباطل، وفيه إنشاء الأحكام بالتدريج ونحو ذلك مما يناسب الناس. والقول الآخر أنه إنما نزل أوله في ليلة القدر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا من أوائل سورة العلق. قالوا هذا الذي نزل أول القرآن، أول نزوله كان في ليلة القدر، وبعد ذلك نزل هكذا منجما بحسب الوقائع والأحوال. وعلى كل حال كلا القولين يحتملهما النص وعموم الآية، والحق من الله جل شأنه كذلك لنثبت به فؤادك. إذن أيها المؤمن، كما ثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت قلبه، ثبت فؤاده بإنزال القرآن عليه شيئا فشيئا، يعالج الأحوال ويشفي الأمراض ويدفع ويقوي ويجبر، فكذلك أنت محتاج إلى هذا. فتعاطى القرآن كل حين، لا تهجر القرآن حتى يأتيك الدعم من الله جل شأنه، كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله فؤادك. وكلما ابتعدنا عن القرآن أيها الإخوة اضطرب الفؤاد واضطرب القلب وضعف الإيمان، وتعرض الإنسان للفتن وضعف علمه وإيمانه وعمله. وكلما اقترب من القرآن وتعاطافه بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، من باب التشبيه الذي كان يأتي عليه القرآن تباعا. فلا تهجر نفسك ولا تهجر القرآن، وتمسك به، فإنه الهدى والنور والثبات والجبر والتعزية والعزاء والنصر مهما تمسكنا به. نقف حتى لا نطيل أيها الإخوة على هذا القدر، ونسأل الله جل شأنه أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نجعلك في نحور من عادانا وحاربنا، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أذل أعداءك وأعز أولياءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكفنا كل مفسد بما شئت، اللهم اكفنا عمل المفسدين، اللهم اهدنا واهد ضال المسلمين، اللهم ثبتنا عن الحق حتى نلقاك. أيها الإخوة، ادعوا بمثل هذه الدعوات ليل نهار، فنحن في مواجهة فتن وبلاء وعداوة الدين من كل لون ومن كل حدب وصوب، فادعوا بمثل هذه الدعوات، تضرعوا إلى الله في صباحكم وفي مسائكم في سجودكم، عسى الله أن يدفع عنا، ونحن على يقين من أن الله جل شأنه يدافع عن الذين آمنوا. قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم ادفع عنا، اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.